حدثونا عن الجو ده برضو كمان، الجو الترابط الاجتماعي اللي فيها كمان، زي ما في ترابط رياضي كمان، في ترابط ثقافي، في لو ترابط اجتماعي اجتماعي. اكيد. اتفضل. طبعا الشيء صراحه الشيء المميز في بوري لحد الان، حتى الشباب اللي لسه والزمان وكلهم يعني لحد الان بتشوف بيت جارك كانه بيتك. يعني مرات بتجي ماشي في الحله، انت جعان، انت عطشان، بتخش اقرب بيت بتشرب مويه، بتقول لهم احشوا لي سندويتش ده اكل جعان عادي. يعني الحياه كانه الناس كلها، يعني كانه كل واحد داخل بيته وهو ماشي اي مكان. يعني ترابط صراحه جدا جدا يعني رهيب، يعني حتى في النادي حتى في الحلة. يعني بتذكر زمان الحلة لما يجوا ناس غريبين تحصل مشكلة، يكون عندك واحد انت بيكرهك وما بحب يتكلم معاك وما دايرك، بس شوفك عملت شكله مع واحد غريب تلاقيه اول واحد كيف دخل معاك، معاك؟ يا اول سلام واحد يا تلاقيه سلام. نط في الشكل ده، عشان غريب ما من بري اكرهك اعمل لك اي حاجة، لكن انت طالع ما من بري بتلاقي الناس كلها واقفة ضد الزول. طيب بينو من ظرفاء، دايما المجتمع الكروي ده بيكون فيه ظرفاء، يعني احنا دايما بنلقاهم حتى كمان في الاستادات موجودين ناس بيكونوا لطاف، بيعرف يردوا، ممكن يشتموا حتى في الاستاد، وفي ظرفاء عشان احنا ما حنخش في الكوره يعني بمسماها والاستادات، لكن اجتماعيا داخل والله منطقه بري من الظرفاء في الحياه بالليل خلاص الناس صلت العشاء مشوا قعدوا معه او هجوم. طبعا انا هنا زمان بيحكوا لنا انه في ناس زمان، ناس منصور حاج منصور الله يرحمه، وفي ناس حاليا عايش على الدكوم، فبس نحن حاليا بنشاهد انه في مجاهد منصور ده من الناس الظريفين جدا في الكور صراحه، في كمان واحد اسمه محمد ابراهيم الشهير بيكمبل، ده من الاولاد الصغار لكن انسان يعني ظريف جدا في الكور.